مرحبا بجميع شركاء أرفيا. يسعدنا اليوم الإعلان عن إطلاق موقعنا الجديد للتجارة الإلكترونية. تم تصميم هذا المشروع خصيصا لكم شركاءنا الأعزاء لنوفر لكم فرصا جديدة لتسويق منتجات أرفيا وزيادة أرباحكم ورقم معاملاتكم الشخصي من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستقطاب شركاء جدد وتنمية شبكتكم. لذا استعدوا لاستغلال كل إمكانيات منصتكم الجديدة للتجارة الإلكترونية والمضي بأعمالكم نحو آفاق جديدة. كيف يمكنني تفعيل موقع أرفيا الإلكتروني الخاص بي والاستفادة من جميع هذه المزايا؟ بفضل مبادرة التجارة الإلكترونية سيكون لكل شريك أرفيا إمكانية تفعيل موقعه الإلكتروني الخاص بأرفيا بنفسه. للقيام بذلك ما عليك سوى إنشاء رابط موقعك الإلكتروني مباشرة من حسابك على نظام أرفيا. سيوجه هذا الرابط الحرفاء مباشرة على موقعك الإلكتروني الذي أنشأناه لك. سيكون موقعك الإلكتروني متطابقاً في شكله مع موقع شركة أرفيا، ولكن سيحقق أرباحاً لك مباشرة. لإجراء ذلك ما عليك سوى الدخول على حسابك على نظام أرفيا. انقر على Lien d'affiliation. سيتم إنشاء رابط التجارة الإلكترونية الخاص بك على الفور وعرضه على الشاشة لتكون لك إمكانية نسخه مباشرة. سيتم إنشاء هذا الرابط مرة واحدة ولن يتم تغييره أبداً. سيكون لديك إمكانية عرضه في كل مرة تنقر فيها على Lien d'affiliation. كيف يمكن للحليف إجراء عملية شراء باستخدام رابط موقع التجارة الإلكترونية الخاص بأحد شركاء أرفيا؟ يبدأ الحليف الدخول إلى موقع أرفيا الإلكتروني الخاص بك من خلال رابط التجارة الإلكترونية الذي شاركته معه. يتصفح الحليف قسم المنتجات لاكتشاف جميع منتجاتنا، مستحضرات التجميل والعطور والمكياج والمكملات الغذائية، ويضيف إلى سلة التسوق المنتجات التي يرغب في شرائها بالنقر على أيقونة السلة الموجودة في أسفل يسار كل منتج. بمجرد الانتهاء من تحديد خياراته، يمرر الحليف الماوس فوق أيقونة سلة التسوق في أعلى يمين الصفحة وينقر على Voir le panier. يتحقق الحليف من المنتجات التي اختارها وينقر على Passer la commande لتأكيد اختياره. بعد ذلك يدخل الحليف بياناته الشخصية، الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان الشحن، ويختار طريقة الشحن وطريقة الدفع. أخيراً يؤكد الحليف طلبيته بالنقر على Confirmer la commande ويتلقى تأكيداً عبر البريد الإلكتروني. نعلمكم أن أرفيا ستتولى عملية شحن الطلبيات إلى الحرفاء ومتابعة التسليم، كما أن جميع عمليات الشراء التي تتم عبر رابطك للتجارة الإلكترونية ستنسب إليك وستدر عليك أرباحاً في شكل مكافأة تسمى Prime Client، وسيتم احتسابها في رقم معاملاتك الشخصي. كيف يمكنك متابعة عمليات التجارة الإلكترونية ورقم معاملاتك الشخصي والPrime Client؟ بصفتك شريكاً في أرفيا بإمكانك متابعة عمليات التجارة الإلكترونية ورقم معاملاتك الشخصي والبريم كليان. قم بالدخول إلى حسابك على نظام أرفيا. انتقل إلى منو وانقر على إيكوميرس. بعد ذلك انقر على فونت كليان. سترى ملخصاً مع تفاصيل جميع معاملات التجارة الإلكترونية التي قام بها حرفاؤك على موقعك. إذا كنت ترغب في متابعة مكافآتك الناتجة عن مبيعاتك الإلكترونية لبريم كليان، فانتقل إلى منو وانقر على بريم. لمتابعة رقم معاملاتك الشخصي بالأسي الناتج عن مبيعات التجارة الإلكترونية، انتقل إلى داشبورد في قسم شيفر كليان. سيتم تفصيل إجمالي معاملاتك الإلكترونية للشهر الحالي حسب بلد التسليم. تتيح لك هذه الأدوات إمكانية مراقبة أدائك وضبط استراتيجية مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك. كيف يمكن للشخص المهتم بأن يصبح شريكاً بأرفيا تقديم مطلب للتسجيل من خلال موقعك للتجارة الإلكترونية؟
ينقل المهتم بأن يصبح شريكاً بأرفيا على علامة التبويب Découvrez l'opportunité على موقعك. في هذه الصفحة يجد تفاصيل حول مزايا أن تصبح شريكاً بأرفيا ونموذج التسجيل. يقوم بإدخال بياناته الشخصية في نموذج التسجيل وينقر على Je souhaite m'inscrire لتأكيد مطلب التسجيل. يتلقى حينها بريداً إلكترونياً لتأكيد مطلبه، كما تتلقى أنت أيضاً إشعاراً بذلك. كشريك يمكنك متابعة مطالب المهتمين بأن يصبحوا شركاء بأرفيا وإتمام عملية تسجيلهم. قم بالدخول إلى حسابك على نظام أرفيا. انتقل إلى منو وانقر على إيكوميرس، ثم انقر فوق بروسبي. سترى قائمة الأشخاص الذين أبدوا اهتماماً بفرصة أرفيا، وهكذا يمكنك التواصل معهم، متابعتهم ومساعدتهم في استكمال تسجيلهم كشركاء جدد بأرفيا. بفضل موقعك للتجارة الإلكترونية أرفيا، يمكنك استقطاب شركاء جدد وتطوير شبكتك. مع موقع التجارة الإلكترونية أرفيا الجديد، لديك الآن إمكانية توسيع نشاطك التجاري دولياً. لا تفوت هذه الفرصة لتوسيع آفاقك وتحقيق نجاحات جديدة مع أرفيا.